المترو 2022 ما كان بس عم يسعى لعرض خدمات الشركات المشاركة، كان عم يحاول يوفر فرص عمل للشباب اللي بحاجة لها. لهيك أسس جناح تحت مسمى فرصة عمل لينجز هاي المهمة. جناح فرصة عمل بيساعد مهندسين ومهتمين بمجال عمل النفط انه يلاقوا فرصة عمل، سواء كان بمجموعة الشهداني او بالشركات اللي شاركت بالمعرض. هلا هو متوجه للاغلب للخريجين الهندسة، بس نحن صراحة عم نستقبل يعني مثلا خريجين حقوق او اقتصاد، عم ناخذ منهم سيفيات. يعتبر يعني جيد جدا الاقبال، في شباب كانت عم تقدم فرص عمل بشكل يعني منيح.